مساء الخير مشاهدينا عن جديد، وصلنا لفقرتنا الرئيسية. شو صار؟ بدأ في اسطنبول أول أمس الأحد مهرجان فنانون حول العالم الدولي، والذي يقيمه تجمع فنانون حول العالم بالتعاون مع الجمعية السورية. المهرجان بيتضمن أمسيات شعرية وعروض ومسرحية وندوات فنية والعديد من النشاطات، لكن يأخذ الفن التشكيلي مساحة خاصة وأساسية بين فعاليات المهرجان الذي يشارك فيه أكثر من 170 فناناً من دول عربية وأجنبية. صحيح، ورغم أن المهرجان في دورته الأولى إلا أن المشاركة السورية جاءت كثيفة خاصة في الفن التشكيلي، الأمر الذي يفتح الباب للسؤال أولاً عن دور هذه التجمعات الفنية في إقامة جسور الحوار المنقطع لعقود في سوريا نتيجة عين النظام ورقابيته، سواء عن القضايا الفنية والجمالية والنقدية أو الحوار الإنساني بين الفنانين. ثانياً عن مساهمة الفن التشكيلي في نقل الواقع السوري إلى العالم. حول هذا الموضوع ستكون قضية اليوم في شو صار، والبداية في هذا التقرير. فنانون حول العالم اجتمعوا في اسطنبول لإقامة مهرجان فني كبير يتضمن العديد من الفعاليات الفنية والأدبية كالأمسيات الشعرية والندوات الفنية والعروض المسرحية، وبشكل أساسي الفن التشكيلي. أهداف المهرجان جاءت متنوعة بين لقاء الفنانين والتأسيس لحوارات جادة في قضايا فنية ونقدية وإنسانية ورصد التجارب المختلفة والمتنوعة. أهلا وسهلا فيكم. تجمع فنانون حول العالم الدولي بدورته الأولى الذي يضم 170 فنان، شاركوا فيها 133 عمل لوحات و44 عمل نحتي. دول المشاركة 17 دولة مشاركة، والحمد لله كان تجمع حلو وضخم، وهذا التجمع أول تجمع بيجمع هيك عدد من الفنانين وعدد من الدول. ورغم أن المهرجان ما زال في دورته الأولى، فإن المشاركة السورية جاءت كثيفة عبر حضور مجموعة من التشكيليين السوريين بأعمالهم. بيشتغل موزايك حرفية قديمة أثرية من تاريخ أجدادنا والأجداد أجدادنا، على زمان الرومان، على زمان البيزنطيين، موجودة ومميزة هي، ونحن ما نعيد الحضارة القديمة في أصولتها ونرجعها للواقع تبعنا. مختص بالخط العربي وتقنياته، يعني بالفن الحداثة، هيك لوحة اسمها يعني الفن الحديث أو حداثة، مجرد تداخل خطوط مع بعضها لتشكل شكل. بالنسبة للوحتي المشاركة في لوحة موضوعة استشراق، بيسجل التاريخ القديم يلي انمحى ويمكن أجيالنا نسيته، حبيت أن أرجع أرجعه، مع أنه نحن عايشين واقع وأكيد ما بننسى واقعنا، وواقعنا في الحلو في البشع. تعبر طبعا اللوحة هي عن الفتاة أو السيدة اللي هي في العقد العشرين أو ثلاثين من عمرها، اللي تعيش معاناة أو عشق أو حب فاشل، فتعطي كل أسرارها ومكنونات الداخلية اللي موجودة معها، كلها بتخزنها وبتحطها بالأمنية هي أو الأمينية هي الموجودة بالآلة الموجودة بين إيديها. فنانون من كل حدب وصوب جمعتهم قماشات بيضاء وريش ومجموعة من الألوان، ربما هي مساحة من الحرية لصوغ رؤى متنوعة عن الحياة والإنسان والعالم خارج عين الرقيب التي هيمنت لعقود على التعبير وأدواته. مشاركة حلوة يعني بين الفنانين، زملائنا الفنانين العرب عم نشوف من كل الأقطار العربية، يعني الفن عم يوحد اللي شتتت السياسة يعني، والحمد لله في كتير مشاركين. حبيت تكون هي موضوعي يعني بهذا المعرض اللي أشارك فيه، هي مدينة ميردين التركية.
حبيتها يعني، حبيت موضوعها انه هي مهد الحضارات الانسانيه، فيها لغات كتير، فيها تسامح تعايش بسيطه حلوه. مشاركتي بمهرجان فنانون حول العالم، حاولنا نثبت حالنا كسوريين بهذا المهرجان اللي بيضم 17 دولة عربية وأجنبية بلوحة تراثية فيها دلة القهوة. الدلة معروفة هي رمز من رموز العرب، القهوة العربية، وبتحكي عن التراث السوري القديم. رسمت لوحتي شاركت فيها هون بالمعرض بتدل عن الحصان العربي وعن الأصالة والشجاعة والشهامة، واخترت ألوان البني والبيج، هي ألوان دافئة، مع ضفت لها شوية الزخارف العربية. لكن هل تستطيع هذه التجمعات الفنية أن ترتقي بالحياة العامة للناس وأن تؤسس لغد أفضل لشعوب طال انتظارها للتعبير والحرية بعد عقود من تخريب السياسة للمجتمعات؟ مشاهدينا، قبل أن نرحب بضيوفنا في الاستديو نذكر بسؤال حلقة اليوم: هل ساهم الفن التشكيلي في نقل الواقع السوري إلى العالم؟ طبعا بانتظار إجاباتكم وتعليقاتكم على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا أنه يكون ضيفينا في الاستوديو الفنان السوري أحمد عثمان، منسق تجمع فنانون حول العالم. أهلا وسهلا فيك أحمد. سعد أوقاتك. والفنانة التشكيلية الفلسطينية نجية ياسين، رئيسة تجمع فنانون حول العالم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذة نجية، تجمع فنانون حول العالم هو أول سنة طبعا بتعملوه، فكرته كيف طلعت الفكرة وشو أهداف هذا التجمع؟ بالأساس أنه أنا أصلاً فنانة تشكيلية، طبعاً معالجة بالفنون ومنسقة معارض، فكنت أشترك بعدة معارض ما شفتش المستوى، ما لقيتش أنه الإشي اللي بحقق طموحي، ما لقيتش أنه الفن عم بيرتقي وبأخذ حقه. وجربت أطلع برية البلاد وأنه نعمل معارض دولية ونشترك مع عدة دول عربية، كنت منسقة لتجمع بدون ذكر أسماء. فلاحظت أكثر من مرة أنه الإشي مجرد تجارة، انه يجيبوا لوحات ويعرضوها، مش مهم كيف، يا ريت يجيبوا المشتركين ياخذوا منهم مبالغ، مش مهم كيف، ياخذوا المصاري اللي لهم وسفل. الفنان لا تسليط ضوء عليه، لا اعلام، لا احترام للفن، يعني مجرد سهرات وقعدات مش اكثر. وين الفن؟ وين القيمه الفنيه؟ ولا مره اخذوا بعين الاعتبار انه هو الفنان كتله مشاعر، انه هو الفنان اللي بنرسم هو بكون بداخله مخزون كبير عم بيطلع على ورق، هو انسان مش طبيعي، مش زي اي حدا، هو إنسان ربنا ميز وعطاه موهبة، هاي الموهبة إشي ميزة من رب العالمين مش منه، فالمفروض إنه يكون التعامل معه يختلف. والفن اللي بيطلعه هو بيجسد كثير أشياء موجودة بداخله، بيعبر عن الإنسان كإنسان، عن المجتمعات، عن الأديان، عن كثير أشياء، فما شفتش إنه الفنان عم بيوصل هالرسالة. فالصراحة الإشي ضايقني أنا كفنانة وكثير وجعني، فقررت أنا الحمد لله كوني يعني من ناحية مادية الحمد لله يعني بقدر أقول، صار الإشي صدفة إني أقدر أفتح إشي لحالي، وحسيت إنه عندي هالطاقة. هون السيد أحمد بالصدفة سمع إنه أنا منسقة، حاب برضه لأسبابه إنه نعمل إشي حركة فنية من هالشكل، برضه هو كان يعاني من نفس الإشي، فاجتمعت الأفكار مع بعض. بالضبط، قلت له يلا، أنا من محل بلدي بفلسطين وهو من إسطنبول، وقلت له يلا بلش شوف قاعة مناسبة تكون مناسبة للعرض، طبعا بإضاءة، بحيطان سادة، مثل ما شفتوا قاعة جدا جدا ضخمة. صحيح. الإشي كلفنا فوق $60,000، مشروع جدا مكلف. فمباشرة صممنا الدعوات، يعني بالبداية إحنا حجزنا القاعة، حجزنا قسم من الغرف عشان نضمن، بلشنا نقدم للمشتركين المستندات، لأنه صار في كذب، تغيير أوتيلات بكذا من مؤسسات أو تجمعات. كان في مجهود وتعب لحتى وصلتوا لهي سبع أشهر أنا ليل ونهار. طبعا يعطيكم ألف عافية لأباين الجهد. أحمد، بتوافق الرأي يعني أنه كان هذا التجمع فيه له خاصية غير بقية التجمعات، أو كان في شيء بميزه أنت من وجهة نظرك تحكي لنا إياه؟ طبعا كان تجمع فني يعني بالأساس، ونحن هدفنا أنه يجمع أكبر عدد من الفنانين العرب، مو أنه فنان سوري. حققت هذا الهدف؟ طبعا، يعني الإعلام التركي اعترف في هالشيء، أول تجمع ضخم بيصير بتركيا يعني لفنانين عرب، فنانين عرب وأجانب، ومشاركة تركية طبعا، ومن البوسنة ومن
يعني كان تجمع كثير ضخم بوسنو. الحمد لله يعني لقى صدى كبير يعني إعلاميا على المستوى التنظيمي. إذا بتحكينا شوي على المستوى التنظيمي شو بيختلف هذا التجمع عن غيره من التجمع؟ هلا نحن مستوى التنظيم ما احتكرنا شيء لشخص لنفسه مثلا يعني وزعنا الأدوار والمنظمين اخترناهم يعني يكونوا فنانين تشكيلين يعني انه ضيقين بالوجع تحطوا روح الفن. ايوه طبعا يعني اخترنا من كل دوله منسق والله يعطيهم العافيه يعني بذلوا جهد كبير لحتى انه وصلنا الهدف لمحله الحمد لله. يعني ليش هذا اسطنبول بالذات؟ والله اسطنبول هي كمدينه سياحيه يعني عليها اقبال بشكل فظيع. احنا يعني كفلسطينيين طبعا احنا من عرب الداخل بالنسبة لنا هي يعني كأسعار رخيصة. كل الفنانين هيك صوتهم واطي وناعم حابين نسمعك. أنا صوتي واطي أنا صوتي واطي. بتعبروا أنتم بالرسم بإيديكم. أنا صوتي واطي جد. فهي جد مدينة جميلة مناخها جميل عليها إقبال سياحي. يعني إحنا مثلا بمناطقنا يعني بتتخيليش الأعداد اللي بتطلع سنويا على اسطنبول. صحيح. فقلت هي فرصة سياحة وفرصة إنه نعمل هالمشروع يمكن. بس شوي إحنا أوتيلنا ما كنت أعرف إنه هالقد بعيد عن البلد الإشي كان مزعج. بس حبيت أوصل للمشتركين إنه إحنا بالأخير مش جايين رحلة سياحية إحنا جايين نقدم رسالة فنية فهن مشكورين تفهموا هالإشي. حلو. كانت المشاركة مثل ما شفنا بالفن التشكيلي أكثر شيء. شو السبب؟ هل لأنه حضرتك فنانة تشكيلية أو؟ لا. لا. لا والله بالعكس حبيت إنه أقدم خدمة لجميع أنواع الفنون. لهيك أنا لما اقترحنا الاسم فأحد المنسقين قال إنه التشكيليون حول العالم. قلت له لا فنانون حول العالم. إنه ليش الشاعر الأديب الموسيقي حتى الراقص هذا مش فنان؟ صحيح. إنه حقه برضه يكون. فحبيت أدخل جميع أنواع الفنون كل حدا. فأنا كوني فلسطينية وإحنا تراثنا يعني منكوب إلى حد ما حبيت أدخل فرقة دبكي. ففعلا توصلت مع المركز الجماهيري عندنا ببلدنا مدينة عرابي وفعلا جهزنا لها مدة 3 أشهر. حلو. للأسف صار حادث يعني أليم وما قدروا يطلعوا ما كملت للأسف. أحمد كونك فنان سوري قد إيه برأيك الفن بكل أشكال وما بدنا نحكي على الفن التشكيلي بحد ذاته قدر أنه يعكس صورة الواقع السوري خلال الفترة الماضية؟ والله يعني كان الفن يعني تعيس من فترة 7 سنين وحصب بسبب الحرب وهيك. فنحن هون السوريين عم نحاول أنه نطالع فكر أو شيء أنه نشتغل. يعني عملنا عدة معارض يعني صغيرة يعني العدد 20-26 فنان تشكيلي والحمد لله يعني كمان لقت صدى حلو. بس أنا يعني بالنسبة لي أنا هدفي أكبر من هيك. يعني أنا بدي مثلا وصل العدد لل 250 فنان بس بسبب الفيزا بسبب السفر ما لحق طلع لهم فيزا وصل العدد لل 170 فنان. في عدد كبير من الفنانين التشكيليين موجود في تركيا. طبعا السوريين فيهم يعني شيء 100-150 فنان تشكيلي يعني. بس يعني عم نحكي الفكره ما حد يصدقنا انه نحن بنقول لهم مشروعنا ضخم عندنا مهرجان كبير وهيك. يعني يفكروا انه مثل اي معرض يعني عابر يعني ما توصل لهم الفكره مزبوط. هو كل شيء ببداياته صعب طبعا يعني لحتى طبعاً. تتبلور الفكره اكثر ولحتى يشوفوا كيف النتيجه. طبعا يعني انه ما لقوا صدى مزبوط يعني بس الحمد لله يعني هلا الصوره تغيرت يعني. حلو. طبعا حلو. ست ناجية القضيه ذاتها يعني كمان كونك فلسطينيه قد ايه قدرت انه توصلوا عن طريق الفن القضية الفلسطينية أو الواقع المأساوي اللي عم نعيشه؟ صراحة أنا شخصياً مختص أكثر برسم القرى المهجرة. إنه هي كانت رسالتي من البداية إنه عملت على إبراز القرى المهجرة كي لا تنسى. فلهيك أكثر رسمي أنا شخصياً عن القرى المهجرة وبرسمه من مخيلتي ما بأخذ صور يعني طبعاً ذاكرتي محفوظة بالصور بالزبط. فحطيت ألواني هي استمديتها من الفلكلور الفلسطيني وتركيبتها إنه مجرد إنك تنظر إلها يعني بتشعرك فوراً بحزن. أنا يعني كمعالجة بالفن ونظرتي للألوان بس أطلع عليها جد بيعطيني شعور بالحزن. أنا هذا اللي قصدته. كثير قالوا لي إنه حلو رسمك بس ألوانك حزينة. قلت لهم هذا هو الهدف. هذا واقع. أنا ما بدي تطلع وتقولوا واو أنا بدي تحزنه. فالحمد لله قدرت. وصلت رسالة. بالنسبة للرسالة الفلسطينية برضو معنا صبية اسمها شام فعلا عملت مسرحية يعني بكتنا كلنا يعني
فهي كانت قلت لها أنت كنت الهوية الفلسطينية، كون أنه كثار للأسف هن تجار الفنون حاربوني بجنسيتي، يعني كأنه بدي دفعوني ثمن جنسية أنا لا ما ليش ذنب فيها غير إنها بتساعدني بكثير أشياء. هذا الإشي مفروض علي ما حدا قدر يتفهم. أنا تمنيت يكونوا أرقى من هيك، حاربوني بالفن، اعملوا زي ما عملت أنا بكون مبسوطة. يعني العدد الكبير الفنانين الموجود بالعالم العربي اللي جد هن كتلة مشاعر مكبوتين، صاروا لشو نرسم والأدوات الرسم مكلفة، نرسم ونحط ونضب. فأنا هون أعطيتهن أمل، أنا أخذت على عاتي إني فعلا أعمل مأوى وملجأ للفنانين اللي هي تكون نقطة الانطلاقة هون. فالحمد لله إنه كنت متوقعة هالنجاح لأني جد اشتغلت عليه بشكل مدروس، وثقتي بنفسي كانت كبيرة. فلمن صممت الدعوات كتبتها بصيغة والألوان اللي استعملت بصيغة اعتمدت على الإشي البسيخولوجي إنه تكون مؤثرة، وخلال شهر نجحنا 160 فنان. حلو حلو، من كبار الفنانين طبعا. حلو أحمد، يقال إنه الفن التشكيلي السوري ما ارتقى لمستوى الحدث اللي عم يصير بسوريا، شو رأيك بهذا الموضوع؟ والله الصراحة يعني من خلال اللي شفته بالمشاركة بالمهرجان، يعني سابقا يعني ما في دعم للفن التشكيلي، يعني بدنا يعني حد يدعمنا مثلا تقديم. هلا كثير فنانين سوريين موجودين هون باسطنبول، يعني عم يشتغلوا عدة مهن، يعني ما بيعتمدوا على الفن التشكيلي. ليش؟ لأني ما في تسويق، ما في صحيح مكان للعمل، ما في يعني مانو متفرغين، ما متفرغين. يعني كل الفنان يعني بالسوريين والعرب بشكل عام يعني بيحتاجوا لتسويق، يعني العمل الفنان عم يشتغل وبيحط بالبيت ما عم يسوق ما استفاد شيء، يعني بده شيء يعني يعيش منه. يعني نحن طموحنا انه نسوق الاعمال، يعني بدنا يعني انه هذا هدفنا، انه ما مثل اول مثلا هلا بتطلع المانيا على الدول الاوروبيه في تسويق للاعمال، بس الوطن العربي بالعكس يعني ما في اي تسويق للاعمال. صحيح. اضاف هذا التجمع شيء لنقول للسوريين اللي كانوا مشاركين طبعا التجمع كثير دعم السوريين، يعني انه هي صارت فرصة إن نحن كنا سوريين ونازحين وهيك ما بنقدر نسافر لبرا مشان الفيزا، مشان جواز السفر، إقامة، يعني هالشيء صعب. صارت فرصة إن نحن السوريين إنه نحن نشارك هون في هاي، بعيدا عن إنه بس سياحة كمان ايه طبعا فرصة ايه يعني فرصة للسوريين، يعني السوري ما حجز ما حجز أوتيل ما حجز شيء، بس اشتراك يعني بالنسبة يعني له. يعني أنا عم شارك مع أتراك مثلا بدفع $50 معرض صغير يعني مثل دكاني، بالعكس نحن يعني عملنا صاله كبيره مساحتها 1300 متر، واستقطبتوا ناس اكثر واستقطبنا ناس اكبر وتعرفنا على ناس اكثر، ويعني انا تعرفت على كثير فنانين كبار يعني في هالمعرض، استفدت كثير بهالتجربه. طيب بس ما حكيت اللي بالنسبه للمشاركه السوريه، هل نقلت الواقع السوري؟ طبعا هلا في كثير فنانين سوريين يعني كان عندهم عده مواضيع يعني على الواقع السوري. مثل شو كانوا؟ يعني في فنانين فسيفساء، في فنانين نحت، في فنانين خط عربي، واقع تشكيلي، يعني كل واحد عبر عن موضوع عن واقع العيش فيه يعني بشكل عام يعني. نعم بس ممكن تفضل اجاوب على نفس السؤال، لانه لفت نظري انه الفنانين السوريين من كثر انه وضعهم او حاجتهم للاتراك هون حسيت ان كثير عم بجاملوا برسم اشياء بتخص الاتراك بسبب ظروف، لانه اندمجوا بالمجتمع. هذا الشيء جد يعني بداخلي شوي ازعجني، مش لشيء، انتم عندكم قضيه المفروض انكم تطلعوها بالرسم، بس انا بتفهمهم وفاهمه ظروفهم. بس انا بتمنى ان شاء الله بمعارضنا القادمه انه في مجال انه يطلعوا، صار في مجال انه احنا نقدر نسوق، لانه اسمنا الحمد لله اخذ مركز كبير بالعالم. فان شاء الله المعارض الجاي رح يكون للسوريين فرصة أن يعبروا عن داخلهم، مش يرسموا فقط لإرضاء لأشياء معينة لهدف البيع، إنه شو ماشي بالسوق. لا تم السؤال، تم سؤال السوريين إنه ليش الغاية. نحن شفنا كثير مثلا أمثلة عن مثل ما قال أيهم، يعني في اندماج، في حب للبلد اللي استقطبهم، اللي كان من أكثر البلاد يمكن اللي أخذت قدرت أن أصلاً تريح السوريين بكتير أمور. وأحمد يعني يمكن شاهد على هذا الموضوع، يعني أنا ما ضد يمكن وجهة نظرك، بس أنه تم سؤالهم ليش اخترتوا مثلاً معالم من تركيا لأنه ترسموها أو شيء. صح، يعني أكيد الدولة التركية أنا جداً بحترمها ومشكورة إنها استوعبت السوريين هذا الإشي، إحنا كثير منقدره وحلم منهن شكرهن، بس برضو هن كحكومة تركية المفروض هن يقدروا إنه هالشعب صح هن احتضنوهن واستوعبوهن وتقبلوهن وصاروا يعني حدا شوي صرتوا ثقل تقريباً عليه،
فانه حلو ياخذوا منهم لوحاتهم اللي هن عم برسموها اكراما لهم. انا جد بتمنى انه انهم ينتبهوا لهالنقطه. حلو. طيب اذا بدنا نرجع للتجمع، الى اي حد يمكن القول انه هذا التجمع هو بديل عن التجمعات او خلينا نقول التنظيمات التقليديه؟ بديل انه اول شيء العدد الكبير، ثاني شيء انه احنا اشتغلت كثير على الاعلام انه يحكي عن التجمع، بدي اياه ياخذ صوره او يصير هو ملجأ للفنانين الحقيقيين بحكي جد. لا انهن يصير في مجال انهن هالفنانين اللي بيصير في اعلام كثير طبيعي انهن بيصيروا مشهورين، فطبيعي انه اعمالهن تصير تنباع، فهي فرصه الفنان او اي فنان وانا منهن. احنا دائما بندور على انه ننشهر، مش بس ننشهر، اعمالنا تنباع، ومجرد احنا انشهرنا صرنا اسم طبيعي اعمالنا تنباع. فهي النقطه اللي انا بشتغل عليها، انشهر بالاول وانباع. فكثير من الفنانين اللي اجوا يعني في منهم، مع انه في قسم الاعمال انباعت من قبل الاوتيل طلبها وفي القسم الباقي، فانا ما كنت بقدر اضمن للكل، يا ريت الكل يبيعوا، انا لوحدي شخصيا بديش ابيعها، هن يبيعوا، بس انه بتمنى منهم انهم يتفاهموا انه هي خطوتنا الاولى، احنا عم نبني البيت تبعنا، عم نبني الملجا تبعنا، فالمفروض كلهم يحطوا ايدهم بايدي. قد ايه كانت نسبه بيع اللوحات؟ مش كثيره، لانه شوي اللي من مثل ما حكى احمد، احنا ما الكل صدق احنا شو عم نعمل، احنا عم نعمل عمل ضخم وحكينا، فبالبدايه ما حدا صدق. لا فعلا تنو بلش المهرجان وبلش العرض، مدير الاوتيل نزل وشاف هالشيء، يعني تفاجأ انه مباشره راح اتصل لمدير شبكه جرين بارك واجا والقى خطبه، طبعا بنشكره على هالشيء اللي انه كيف قدر، فتفاجأ انه قالوا لنا انه ما انه بنعرفش انه هيك. احنا كنا نحكي دائما يعني بالصوره المصغره، حتى اهلي واولادي كانوا ضاغط بضغط كل الوقت علي انه انت عم بتحطي مصاريكي، انت كذا، انت عارف ايش عم تعمل، بقول لهم بعرف. انت مؤمنه بهذا؟ مؤمنه بالشيء اللي عم بعمله، عندها هدف بدك، وانا بعرف هالشيء بيكون صعب، الخطوه الاولى دائما صعبه، بدك تضحيه. كان ضغط علي مش طبيعي، يعني انا بحمد ربي انه لولا ثقتي بربي وبنفسي كبيره جدا كان انا انهارت من كثر الضغط اللي كان أكيد علي. اكيد بس الهدف اللي قدامي الحمد لله وصلت له بالاخير، وبنتمنى اكيد توصلي لاعلى واعلى. احمد نفس النظره، اكيد نحن بحاجه لكثير امور كفنانين تشكيليين، مو انا طبعا لانه انا مو فنان. شو اكثر احتياجات الفنانين اللي موجودين على جميع الاصعده طبعا اللي موجودين بتركيا من سوريين او حتى ببلاد اللجوء؟ يعني قلت الفنان اهم شيء يعني ينشهر، يعني يتسلط الضوء عليه، يعني ينعرف، يسوق اعماله، يعني هذا الفنان اكثر شيء يعني بيحب. حسيت هذا التجمع كان بوابه لهيك شيء؟ والله حسيت يعني الحمد لله، يعني لقى كثير صدى يعني اعلاميا، يعني لقى كثير صدى اعلاميا لحتى دول الخليج، يعني صحف الخليج كثير اصدرت باسم التجمع، يعني لحتى تعقيبا على كلامك شركه جرين بارك يعني انا عزبوني كثير. روحوا اجي يقول لهم معرض كبير وعندنا معرض و170 فنان، يعني طلعوا هيك فيني انه سوري ومعرض كبير وهيك، ما يستوعبوا الفكره، يفكروا انه معرض صغير. يعني لحتى اول قبل بنهار بده يحطوا لي 30 كرسي، قلت لهم 30 كرسي لايش؟ لشو هدول؟ قال مشان المعرض. قلت له انا عندي 170 فنان، عندي 300 ضيف، شو بدها تكفي يعني 170؟ يعني شو بدها تكفي 30؟ يعني لحتى اجت وحده تركيه صديقتي قالت لهم يعني انتم المعرض كبير وضخم وهيك، وفرجت لهم البروشور لحتى صدقوا هالشيء. يعني نحن يعني السوريين هون في تركيا عم نلاقي صعوبه كثير، يعني يعني ما في شيء يقدم لنا، يعني نحن عم نشق طريقنا بايدنا. يعني يعني كانت خطوه حلوه خلينا نقول انه ايه تجربه حلوه كثير، يعني على الفن العربي بشكل عام وعلى الفن السوري بشكل عام. ست نجية، اذا بدنا نحكي عن مشاريعك القادمه، بما انه ذكرتي حضرتك انه انت حققتي خلينا نقول جزء من اهدافك، مشاريعك المستقبليه بالنسبه لتجمع فنان القمر؟ اساسا قبل ما نعمل المهرجان ونتاكد 100% من نجاحه، احنا صرنا منزلين منشور لمعارض فرديه تحت اسم التجمع اللي هي تسلط الضوء على كل شخصين مثلا، طبعا مقابل مبلغ معين، لانه احنا بحاجه لسيوله لنعمل هالمشروع. رح نستاجر جاليري، اول ما يصير عندنا 15 فنان بدهم يقدموا بشكل منفرد او شخصين مش اكثر، لنقدر نسلط الضوء عليهم من اعلام، من تسويق، من كذا، فهذا الشيء بيساهم برضه انه نخرج اول باول افواجها. فهي الخطوه الثانيه مباشره بعد ما عرضنا. خلينا ناخذ مشاهدينا شو جاوبوا على سؤالنا، هل ساهم الفن التشكيلي في نقل الواقع السوري الى العالم؟ طبعا نسبه التصويت كانت 48%، جاوبوا بنعم، 52% جاوبوا بلا. شو تعليقك؟
بس أعيد السؤال. هل ساهم الفن التشكيلي في نقل الواقع السوري إلى العالم؟ 48 جاوبوا بلا، بنعم عفوا، 52 جاوبوا بلا. إنه أكيد كمرحلة أولى بتخيل إنه المرحلة الثانية أكيد أكيد رح تعلى النسبة بشكل كبير. وأنا يعني الحمد لله ولا مرة وعدت بإشي، لأني فعلا يعني مصدر ثقتي رب العالمين إنه هالإشي رح يكون زيادة، لأنه هون رح يعطيني الفرصة بالتعبير عن حالهن أكثر، فهن أكيد رح يعبروا بحرية. هذا هدف الفن غالبا، هو يعني نقل الواقع. أحمد راضي عن تعقيب السؤال. أنا ضليت 4 سنين ما رسمت، تركت الكلية، ضليت وصلت لمشروع التخرج، وبسبب إنه أنا منطقة معارضة وهيك تركت الدراسة وسافرت على تركيا. ضليت 4 سنين ما رسمت، يعني في الصدفة هيك، يعني مع أنك أنت لازم ترسم وأنت كنت بقلب الحدث. أرسم يعني شغلات بسيطة، يعني أرسم على الواقع أنا هيك بس، إنه يعني أنا متركت، يعني وصلت لمرحلة إنه أنا فشلت، يعني فشلت في حياتي، في دراسي، في كل شيء، يعني أنا كل شيء جنيته خالص، يعني كان في صدمة نفسية، صدمة نفسية أثرت على لحتى بعدين هيك صرت أتعرف على الأتراك، تعرفت على فنانين سوريين شجعوني تماما. يعني يعني الشهر الثاني اليوم الشهر الثامن 6 شهور رجعنا للفن، يعني والحمد لله حققنا النجاحات. كان في بعض التعليقات، اكيد كان في بعض التعليقات عم تقول انه فيديوهات وواقع كان عم ينشاف قدام العين ما اثر بالعالم، فما شو ممكن انه يعمل الفن التشكيلي؟ اكيد هاي وجهة نظر، ما بدنا نقول الغالبيه، بعض العالم نحترم رايهم، ولكن أكيد الفن يمكن بينقل صوره اصدق دائما طبعا، متابع اكثر من قبل الناس، حساسيه اكثر، انسانيه اكثر. صحيح. بدنا نتشكركم ضيوفنا، كان معنا الفنان السوري احمد عثمان، منسق تجمع فنانون حول العالم، والفنانه التشكيليه الفلسطينيه نجيه ياسين، رئيس تجمع فنانون حول العالم. شكرا لكم وليلكم سعيده. شكرا لكم، نتمنى لكم اكيد التوفيق وتحققوا كل احلامكم وطموحاتكم ان شاء الله. شاهدنا فاصل وراجعين.